بينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من دبارة خفلف. ودبارة اليوم شنية هي فكرة المشروع؟ ما قلت لكم أنا كل نهار أربعة باش نعطيكم فكرة مشروع، نجموا تبدوها وحدكم في الدار وبعد بشوية بشوية تتحسن الأمور وتمشي الأمور وكل شيء. المهم أعملوه بإتقان إتقانا إتقانا، حصلوا بإتقان. اليوم الفكرة متاعي أنا راهو كنت نستعملها بارشة في داري، معناتها قعدت 3 سنين وأنا نجرب فيها حتى لين ظهرت لي بالحق، معناتها تنجح وتسهل لي حياتي في الكوجينة، معناتها في رمضان. اللي هي شنية؟ الدقلة. وما أدراك ما الدقلة؟ ما فماش طاولة تونسية في رمضان مش فوقها الدقلة، هكا ولا ليه؟ دونك نجم يكون مشروع ولا مش مشروع؟ دونك أنا عندي طريقة سهلة تسهل لي بارشا الوقت في الكوجينة متاعي، اللي أنا نعمل كعابر التمر فيهم الفيكيا، فيهم التمر، فيهم النجم نحطوا البسيسة، بارشا حاجات. دونك باش نوريكم شوية أنواع متاع كيفاش تنجموا تعملوهم، كسوسوا تخليهم أنتم تعملوهم تخليهم وحدكم في الدار، ولا زادة تنجح فكرة متاع مشروع اللي تنجموا تسقطوا منها في سيدي رمضان. كهو دونك على هذاك اليوم باش نعملوا كعابر التمر على الطريقه نتاع شكون نتاع تنويشه. نعرفكم فما برشا ما يعرفوش اسمي. اسمي منيل. اسمي منيل. دونك اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كعابر التمر كيفاش نعملوهم بريزونطابل هكا، كيفاش نجموا نشهيو بهم هكايا ونودوا بهم عائلتنا والكل. في الحلقه نتاع اليوم خليكم على لي زانغريديون ساهلين مهلين ونبداو تتسويت في الغسيل. الروسيت نتاعنا باش نستحقوا كيلو ولا زوز دقله، لازمها تكون دقله النور هكا فريشكه وبنينه. دونك هنايا باش نستحقوا شويه جديده، شويه فيكيا، هوني عندي 150 غرام كاجو، هوني عندي 100 غرام لوز ابيض ومعاهم 100 غرام فستق، وباش نزيدوهم شويه كاكاو ومن بعد تنقول لكم شنو نعملوا به. بما انه سيدي رمضان على الابواب لازمني نودكم بافكار جهنميه باش نربح الوقت في الكوجينه نتاعي. دونك اليوم اخترت حاجه جربتها العام الاول مشيت، العام الثاني نجحت، العام الثالث قلت لي توا لازمني نودكم بها الغوسات هذيا، سهله برشا. علاش؟ على خاطر باش تربحكم برشا وقت. جينيرالمون شنو نعملوا احنا؟ ناخذوا كالتمرات ونبداو ها خونا صغير ها ولدنا صغير باش يجي باش ينجم يعمل لنا كالتمرات، يحشيهم لنا بشويه فيكيا ولا شويه شاميه ولا اللي عندنا ولا قوطه ولا اللي عندنا في الفريجيدير. دونك انا لقيت الفكره هذه بويسكو نبدا في الكوجينه غاطسه وكل يد في دختها، دونك خذيت التمرات باش نحضرهم قبل سيدي رمضان، وتو نوريكم كيفاش تلقاوهم حاضرين باش وقت اللي تستحق تلقاه يا فيك يا كل شيء. تنجم حتى في قهوة الليل وكل معناتها في السهرية تاخو كعيبة، أول حاجة صحية، ثاني حاجة تزيدك لينيرجي. وفرد مرة شنو عنا؟ عنا الاير فراير. دوك شنو وريكم كيفاش الاير فراير بالحق تسهل العيشة. هذايا البابي كويسون نتاع الاير فراير. هوني عندي شويه كاجو، ريت الفيكيا حطوا اللي تحبوا، تنجموا تحطوا كاكاويه زاده راهو فيها برشا منافع. دونك هوني عندي انا لقيت شويه كاجو، هاني باش نعملو باش نحمرو في الاير فراير. علاش نقعد حل الفور واعمل رشني؟ دونك هكا وفيسع فيسع يحضروا. هنايا عندي شويه لوز ابيض كيف كيف باش نحمرو، باش نحطهم الزوز مع بعضهم ونحطهم في البلاتو نتاع الاير فراير بتاعي. فوالا انتروتون انا باش ننظف اك الدقله نتاعي. به الدقله جينيرالمون ناخذ كونتيتي كبيره، كونتيتي كبيره كبيره، معناتها نجمو ناخذ زوز كيلو 3 كيلو على خاطر باش يشدنا رمضان كامل. بون انتم زادة والعائله تنجموا، العائله صغيره تنجم تكون العائله الكبيره، عينكم ميزينكم. نجي هنايا ننظف الدقله. جينيرالمون انا سورتو بابا يقول لي كيفاش تغسل الدقله؟ الدقله ما تتغسلش توا لوجيكمون، مش فيها غبيبر مش فيها لويع، دونك لازم ما تتغسل هكا ولا هكا، لازم ما تتغسل والا تمسحوها هكا بمنديله تبدا مبلوله كل شيء. المهم ما تخليوهاش هكيكا، فاهمين وين يا سكين؟ هاي وين. وتوا نجي نحيو القلب نتاع الدقله وننظفوا الدقله نتاعنا الكل. الكونتيتي اللي باش نعملوها نجموا راهو نعملوا حاجه اخرى، تنجموا تجربوها وكان عجبتكم الفكره نتاعي تولي تعملوا كونتيتي ما اكبر. وهوني باش نوريكم زيدا استوس باش نعملوا كعبات بليش وكعبات بالاستوس. استوس شنية؟ فما تنجم تحط فيكيا كهاو، والا ناخذوا شويه جديده مودي ما احنا نحطوا هكا شويه في وسط الواحد، ما عندها شويه جديده في وسط الواحد تولي مطعمها ياسر بني في وسط الدقله والكل. دونك انا نجي باش نعمل كعبوره نتاع دقله ونحط في وسطها شويه
بركة جديدة ويزيد يبنن على الاخر. هاي برا هيك نحطوه في صحن لوازم التصوير باش ما يديش بلوك واحد ونرجعوه في بلاصتو. وريتو قداش في كاسة ذوما شو قاعدة نظيفة لا تمسخت لحد شيء. هاي سي بون سي بون كملنا منك. هيا كيفي ريتوها تحمرت امورها مريقله. شو انا باش نحط لي زانغريديون هذوما في الفيكيا وكل كيما قلت لكم، خاطر توا مثلا تذكرت قلت توا كاني شريت الزوزه، خاطر مساسا نحط فيها زوزه. الزوزه فيها برشا برشا منافع. تصور انت معناتها تكون صايم نهار كامل، اول حاجه تاكلها تاكل حاجه تقنعك فيها برشا طاقه، فيها الدقله، فيها الفيكيا، فيها الزوزه. دونك تنجموا بالحق تتفنوا في لي زانغريديون تاعكم اللي فيها. انا مسيسه تعرف حتى نحط فيها مغرفه بسيسه، نحط فيها مغرفه بسيسه ومغرفه زيت زيتونه. دونك باش نعطيكم انا روسيت سهله، اما انتم تنجموا تجربوها زاده بالبسيسه، والمره الجايه نجربوها بالبسيسه. هوني عندي توا الاشواغ روبو باش يسهل لي العيشه. باش نجي نحط هكا الدقله الكل بعد ما مسحتها ونحيت لها القلب. القلب ما تلوحوهش. شفت هذوما قال لي وليد تعملها امه، قولوا لها كوكو. دونك القلوب نتاع التمر تحطوهم في الفيوند غوج اللي هو اللحم مثلا بقري والا لحم علوش اللي معناتها يقعد برشا باش يطيب. كي تحطوا زوز قلوب هكايا في الصوص ولا ترميوهم معناتها في وسط مع الخليط وكل شيء، فيسا فيسا اللحم نتاعكم يطيب. جربوها وقولوا لنا نجحت معاكم ولا لا. نحطوا توا الفاكيا. كان لاحظتوا كي حطيت انا الفاكهة تتحمر حطيت الكاجو وحطيت معاه اللوز، اما ما حطيتش البيستاج. دونك البيستاج دو بريفيرونس ديما تخليوه ما غير تحمير باش ما يفقدش لونه ما يفقدش طعمته. دونك ديما هكا خير. بيان سور زيد كان عندكم شويه نوازيت وكل ما نقولوش لا. فوالا بعد عنا ميزان راهو في الفاكهة، نجمو حتى نحطو جلجلان راه. جربوها هذيا زيده حتى حطوها قوتيل صغار. توا باش كل شيء نرحيوها مع بعض. الدقله ترحات باش نبداو واضحين. ما يلزمكمش ياسر ترحيوها على الاخر، شفت لازم تخليه باش تحسوا مطعم الدقله وكل شيء. دونك جوست هكا كل شيء الميلونج معناتها الفيكيا والكل يجيو مع بعضهم وكهو. عاوش نخلطهم قدامكم باش تشوفوها. من لوطه ترحات ومن فوق قعدوا قش عليهم مقصوصين بالسكينه. دونك خليتهم توا باش نخلطهم الكل مع بعضهم وباش نزيدهم شويه بركه زيت زيتونه. هي بيدا باش البات ما تلصقليش في يديا. ريتوها كيفاش، خاطر كي تولي بات 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 تفقد المطعم نتاعها، تولي ياسر مرحي. توا هذايا جوست البات هذايا باش من بعد تعطينا لا ليزون. هاكا كل شيء ما خبيت عليكم شيء، حتى لي زاستوس كيفاش هي تترحى عطيتهم لكم باش ما تقولوش جربنيها وما جاتش باهية. لا مش هكاك الريسيت. حطيت انا شويه كاكاو، جبت معايا الميزان باش كلهم يبداو كيف كيف. هوني انا باش ناخذ شويه زيت في يديا باش نعجن البات هذيا اللي عملتها. فوالا وباش ندخل اللي ترحى بالكدا مع اللي ما ترحاش بالكدا. انا من اكثر الحاجات اللي نموت عليهم هما الدقله. ريتوها لبات كيفاش، ريتو لازم تكون هكا. حتى الفاكهه لازمها تكون مهروشه، ما لازمهاش تكون ياسر مرحيه. اي نغسل يديا ونرجع لكم. خذيت شويه سيلوفان وحطيته فوق الميزان باش ما تشدليش الكعبه ما يتمسخليش. نحط شويه زيت في يديا وحود باش نعملهم ناتور، والاخرين باش نغطسهم في الكاكا يوليو كيما لي تروف، زيدا يجيو بنين على الاخر. قديش هذايا ما نعملوهمش كعبات كبار برشا، 20 غرام به هكا تبدا مشخشخه فيها الدنيا الكل. وهذه الكعبه الاولى ريتوها، حطوها هوني.
فوالا وليت نعرفهم انا بالعين تلمون استنست بيهم. حطوا شويه زيت في ديكم او باش نقسموا البات نحطوا وحود هكا ناتور ونحود نحطهم لكم في الشوكولا باش هكاك تنوعوا. مثلا ساعات 30 يوم كان كل يوم نفس الحكايه نفس الحكايه ما قالش به ربي. دونك هو باش ننوع لكم باش نتوما مره تحطوا هذه مره تحطوا هذه كل مره نوع باش ننوع لكم وباش نوريكم في الاخر بالكل اللي كيفاش نحطوا جديده في وسط الكعبه. دونك هذوكم تنجموا هما اول رمضان تبداو بهم معناها وكل خاطر فيهم الجديده، ومن بعد تخليو الشيحين اللي ما فيهمش من داخل فوغاج وكل تخليهم في اخر الاخر رمضان. بربي قولوا لي عجبتكم الفكره ولا تنجح ولا ما تنجحش؟ اكتبوا لي ميساج نعرف توا راكم تقولوا لي اي تنجح كيفاش باش نوصلوا لك اللي هي تنجح. ميساج ولا كومونتير كيما تحبوا. حصلوا كعبه في الصحن وكعبه في الفم تلمون بالحق بنينة على الاخر. توا كعبرتهم الكل عملتهم الجراماج نتاعهم 20 جرام دونك تنجموا تحطوا 30 اما الحقيقه 30 تولي برشا دونك 20 والا 15 حتى 15 مش دونيه تبدا كعيبه صغيره هكايا فيها التمر فيها الفيكيا وكل شيء. دونك هوني باش نوريكم هكا بنفس الفاكس كيفاش تعملوا افكار باش ما تقلقوش من نفس الحكايه تقعدوا تعاودوا فيها كل يوم. باهي هات نبداو بالحاجه الاولانيه بالكل. انا حطيت شويه زيت تويكا نجي هوني ناخذ الكعبوره نتاعي نفطسها باش نفطسها ونجم مثلا خليت انا شويه فيكيا نحط فيها كعبه فيكيا في الوسط فوالا. وتنجموا حتى زيدا تعملوا شويه شوكولاته وتذوبوها وتغطسوا كعبه الدقله في وسط الشوكولاته. اما انا الحقيقه تظهر لي تولي ياسر سكري دونك اما راهو تنجموا تعملوها معناتها كان تحبوا هكا حاجه فيها سكر والكل. للفكره الثانيه، الفكره الثانيه اللي هي نجي نحط اكل كاكاو اون بودغ بودغ دو كاكاو معناتها كما هذا كما اللي تشوفوا فيه هذايا. ممكن نجي ونحط الكعبه هكا نغلفها الكلها ونجي ناخذ الكاسات هذوما يتشريو تلقاوهم كيما نتاع البقلاوه ونجي نحطها هوني ومن بعد نخبيها كيف كيف كعبه اخرى. نجي نحطها هوني هكا هذيا تصلح حتى حلو العيد. الفازه الثانيه كيما قلت لكم دونك هذيك بالكاكاو الاخرين بالفيكيا. نجي هنايا نحلها هكا الكعبه نجي هوني ناخذ الباكو نتاع جديده نجي ونحل شويه ناخذ شويه هكا لازم تكون بارده حطوها بارده ونحط شويه في وسط الدقله ونزيد نسكر فوالا. هذم هما الكعبرات نتاعنا توا شو هذوما وليت نشريهم يعجبوني على الاخر جوتابل هما اما كرافت وجوهم به. دونك شنجي نخبيهم هكايا نحط كعبه بكعبه والله اسمع يجيو حتى هكا باش تمشي ضيف والكل وما تحبش تمشي يديك فارغه كيما مامتي كنا عامله فيها ديما نمشي هكيكا ويدي فارغه. دونك تزوهم تزوهم معاكم وديما اسمعني يكذب عليك ديما حاجه الدار والحاجه اللي تعملها انت عندها بنه سبيسيال كي تهزها هكا ماشي ضيف ماشي باش تشق فترك في دار اصحابك في دار حبيبك. دونك ديما حاجه الدار وحدها كي تعملها انت بدايتك. انا راهو اخترت باش نحط في هذوما انتوما تختاروا حتى كان تلقاو معناتها فريغوفير وكل حاضر فبها. اما سورتو هكا مثلا كي باش تمشي للدار وكل خاطر انا نفد من حاجه اسمها رجع لي معوني ونهزه وبعد ننسي وترسي لي هنا باش نصور بيه وكل شيء وبعد ننسي نخليه غادي. دونك احسن حاجه هذوما حتى كي باش تمشي ضيف وكل شيء بربي شقاولكم فيهم ينجحوا ولا شو مش تقول مشريين من باتيسري وهما صنع يدي وحيط عينيا. هذه الاولى كملناها باش نزيد نعمل واحدة اخرى ونخبيهم هذوما نهارة اللي كان باش نمشي ضيفة والا هكا كيما قلت لكم معناتها الشقان الفطر وكل شيء نجبد كيبات
ها هما كعبة كعبة بكعبة، كعبة محشية بجديدة، كعبة محشية بالفيكيا، وكعبة محطوطة في الكاكاو. اش قولكم في الفكرة متاعي يا جماعة؟ اجي بزنس به هكا ولا ليه؟ اش قولكم في فكرة المشروع هذايا؟ وإلا زيدا كان انتوما زيدا تحبوا تعملوهم في الدار يربحوكم برشا 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 وقت، ولا تعملوهم مشروع والعباد اللي تحب حاجات كيف من هكا يكمنديوهم من عندكم. كهو دونك ان شاء الله عجبتكم الحلقه نتاع اليوم. حضروا لنا روحكم في رمضان الجديد والصحيح مازال جاي في رمضان. بيان سور كيف تتكم الحلقه باش تلقاوها حاضره باش على شين يوتيوب تنويشه والا نسمك بيزين. ما تنسيوش كي جربتوا نحب نشوف لي كومونتير ونحب نشوف لي فوتو نتاعكم، جربوا وابعثوا لي لي فوتو. وكهو كان عندكم فكره اخرى نتاع مشروع قولوا لي وانا ننفذها. اوكي تشاو.